السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تالت؟ اليوم إن شاء الله رح نبدأ درسنا الجديد في مادة العلوم وسندسنا الطيور. طبعاً كما تعلمنا سابقاً إحنا حكينا عن تصنيف الحيوانات، صنفوا العلماء الحيوانات إلى أكثر مجموعات حتى يسهل دراستها. فعنا قسموا الثدييات، في عنا الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف. طبعا اليوم راح نبدا بالطيور. ما دخلنا على الثدييات وقلنا احنا الثدييات بتغطي جسمها اللي هي الوبر او الفرو او الشعر، وقلنا انها تكاثر بالولاده، وش اسمه، وقلنا انه اغلب الثدييات بتكون هي عن شو، بتكون لها اربع ارجل. تمام، طيب اليوم راح ناخذ درسنا الجديد وهو درس الطيور، يعني من أصناف الحيوانات اللي كمان تصنيف الحيوانات. حكينا الطيور، الطيور بحكي لك هنا في بداية الدرس: افتخر الطاووس يوما مخاطبا الطيور: أنا أجملكم، فجسمي يغطيه الريش من مختلف الألوان. قالت الببغاء: وأنا لدي ريش جميل. قالت الحمامة: لا تتفاخر يا أصدقائي، فكل الطيور جميلة بيننا صفات مشتركة. يعني هنا كان في عنا الطاووس يخاطب الحيوانات انه بيحكي انا اجملكم، لانه بتعرف الطاووس له اكثر من في اللي هو ريشه يغطي، بيحمل اكثر من لون. فاجى الببغاء حكى له: وانا كمان ايضا اسمه لدي ريش جميل، انه الببغاء معروف عنه له الوان جميله. فقالت الحمامه: لا تتفاخر يا اصدقائي، لان جميعنا اسم الطيور لدينا صفات مشتركه. طيب شو هي الصفات المشتركه اللي هي تشترك بين جميع الطيور؟ هلا رح نعرف شو هي. في عند تحت حاطين خصائص الطيور، بدنا نتأمل الصور اللي عندنا. حاكينا هون في عنا دجاجة لديها بيت، في عنا اللي هو الصقر حاطينه اللي هو بيطير له جنحان، وعنا العصفور واقف على جذع شجرة. طبعا هسه عنا هون بنعرف شغلة إنه الحيوانات اللي هي الطيور يعني تتكاثر بإيش؟ بالبيض، لأن جميع الطيور تتكاثر بالبيض، حتى الصقر والحمام والعصافير تتكاثر بإيش؟ تكاثر بالبيض. وعندنا جميعهم يحملون اللي هو يغطي جسمهم إيش؟ يغطي جسمهم الريش، جميعهم يغطي جسمهم الريش، كل واحد له اللي هو اللون مختلف عن الثاني. في عندنا كمان اسمه جميعهم إيش؟ لديهم رجل اثنان يعني، وعندهم المنقار تمام، وعندهم اللي هو الذيل. حكينا الذيل وزوج من الأرجل والمنقار والريش، يغطي جسمهم الريش. طيب بتكاثر بالبيض جميعهم حكينا، وإنهم مساعد الجناحان على إيش؟ على الطيران. هلا إحنا عندنا الدجاج لا يطير عاليا، لكن بيطير بمسافات قليلة، يعني بيطير بيهدي بسرعة، ما بيطير في السماء، لكن يطير، يعني جناحانه هو اللي بيساعد على الطيران بشكل بسيط. تمام، وهلا بحكي لك هون السؤال بحلقة 53: ماذا يغطي جسم الطائر في كل صورة؟ ايش بيغطي جسم الطائر في كل صورة؟ اللي هو يغطي جسم الطائر في كل صورة الريش. نكتب عنا الريش. تمام، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما فائدة جناحان للطيور؟ بتساعدها على ماذا؟ بتساعدها على الطيران. بتساعد الطيور على ايش؟ الطيران. طيب كيف تتكاثر الطيور؟ كيف تتكاثر الطيور يا مس؟ تتكاثر بالبيض. تمام، هلا بحكي لك هون من خصائص الطيور: يغطي جسمها الريش، تكاثر بالبيض، لها جنحان وزوج من الارجل وذيل ومنقار. معظمها في على الطيران، طبعا بحكي لك اكتب اجزاء الطائر المشار اليها على الرسم والون. انا كتبت لكم اياه على اللوح عشان هلا احنا نبلش ايه في ايش في كتابته. هلا عندنا اول جزء عندنا المشار اليها اللي هو المنقار، والجزء اللي هون عندنا الشكم، والجزء السفلي عندنا الارجل. عندنا الطائر كم جزء، كم رجل عنده؟ رجلان، يعني ثنتين جزء من الأرجل. في عنا اللي هو الجزء اللي هون اللي هو ايش اسمه هذا؟ الجنحان.
الجناحان، وعندنا اللي هي الذيل آخر شيء، يعني المنقار والأرجل والجناحان والذيل. الجناحان مثال على الطيران، تمام؟ الذيل هذا بيكون غير عن الجناحان، والأرجل جميع الطيور لها اسم أرجل اثنين يعني. وعندنا المنقار، جميع الطيور عندنا لهم منقار، تمام؟ لكن معظم الطيور تطير، مش كل الطيور تطير. في عندنا حكينا الدجاج والبط لا يطير، تمام؟ هلا في تحت عندك سؤال بحكي انا من الثدييات استطيع الطيران وانشط في الليل، وعندما انام اتعلق بارجلي ويكون راسي الى الاسفل، فمن اكون؟ هو بحكي لك هون من الثدييات ليس من الطيور. من الثدييات استطيع الطيران وانشط في الليل، مين اللي اسمه الطائر؟ مش الطائر، هو مين هو بيستطيع الطيران في بالليل يكون مش بالنهار، بالليل هو مش من الطيور، مش من فصيلة الطيور، فصيلة الثدييات. وعندما أنام أتعلق بأرجل ويكون رأسي إلى الأسفل، تمام؟ هلا هون بحكي لك شو هو، لو بدك تفكر شوي حتعرف إن هو الخفاش. الخفاش هو هو من الحيوانات من الثدييات، يكون هو الوحيد من الحيوان من الثدييات يستطيع الطيران، هو الوحيد من الثدييات الذي يستطيع الطيران. يعني رح نحكي عنه هنا الخفاش، هنا رح نحكي عنه الخفاش. الخفاش هو من الثدييات، تمام يا مس؟ طيب هيك يا مس نكون احنا خلصنا درسنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اهم ايش تعرفوا خصائص الطيور شو هي، وتكونوا عارفين عندكم اسمه معظم تعطون انواع من الطيور اللي هي بتكون فيها نفس الصفات اللي احنا موجوده عندنا. في عندنا كثير صفات، في عندنا كثير انواع ثانيه من الطيور اللي غير حاطين اياها في الكتاب، انت ممكن اسمه تعدلها لحالك، تمام؟ وهيك بنخلص درسنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى اللقاء.